مرحبا فيكم جميعا، هيثم معكم. في سؤال او في مشكله، هذا شو بسوي هون؟ هاي في ناس يكون عندها استفسار سؤال، هو انا طيب مش عم بلاقي وظيفه بتخصصي، هل في امكانيه ان انا اغير مثلا تخصصي كليات واشتغل فيه؟ وشو التحديات حواجهها انا؟ وكيف الشركات حتتقبل اني انا غيرت مسار وظيفي هذا؟ اول شيء خليني احكي لك انه نحن عندنا حجه كثير كبيره وهي كورونا. وكورونا شفناها كيف انه اثرت على كثير وظائف، كثير مجالات، كثير قطاعات. فهي فرصتك انك انت تشوف برا النطاق الضيق اللي انت شغال فيه. دايما حب اشتغل احط امثله، مثلا نفترض انه انا مثلا شغال مدرب بمجال تكنولوجيا المعلومات، ولاحظت انه مجال التدريب تقلص كثير نظرا لكورونا. انا شو اسوي هيك؟ بعد ما ادور كثير وبحث وتواصل مع ناس، شوف علاقات وفرص هون وهناك، واكتشف انها مش ظابطه معي، بشوف انا وين مهاراتي هاي اللي انا اكتسبتها خلال خبرتي وخلال دراستي ومعرفتي كلياتها، وين ممكن اخذها لاي تخصص او اي وظيفه ممكن احولها. هون بفتح مجال افاق انا لفرص ثانيه بحياتي، بجوز تتفاجئ انه انت عندك امكانيات كثير كبيره لاشي ثاني بجوز مش عارف انه كان موجود قبل. طب هلا السؤال بصير عند كثير ناس، انا وين بدي الاقي الفرص هاي؟ وكيف اصلا اقدر الاقيها؟ مش عارف بالضبط شو وظيفه ادور عليها. انا مثلا كمدرب ممكن اشتغل وظيفه ثانيه. هون بنصحك انا بمحركات البحث وبموقع مثلا زي indeed.com، موقع زي linkedin.com، استخدم السكيل سيت اللي انت اخذتها. شو يعني السكيل سيت؟ المهارات المميزه كنت تتقدمها في مجال وظيفتك انت. نفترض ما حكينا نحن كمدرب، انا كان عندي مهاره اللي هي communication skills، انا كان عندي مهاره اللي هي simplifying information، عندي مهاره القاء presentation skills، كل هاي الشغلات بحطها على جنب. اوكي، هاي بتميز عملي انا بوظيفتي، نفس الوقت هاي مهارات عندي مميزه انا تعلمتها. اكيد غير شركات كثيرة وظائف معينه محتاجه هيك وظيفه، فبدور على هذا الاساس واشوف شو الوظائف وشو النتائج تطلع معي انا هون، وبقرا عنها اكثر. شفت في ماتشنج بيني وبين وظيفه معينه، لو على الاقل 50% فرصه ان انا ممكن اشتغل بهاي الوظيفه هلا، او اقدمها او اعتمدها مثلا على اساس محرك بحث، احط نوتيفيكيشن تنبيهات لهاي مسمى الوظيفه. هلا حصلنا على نقطه ثانيه، وهي طب الشركات كيف حتنظر لي نظره انه انا شخص مثلا عم بدور على وظيفه خارج مجالي هذا؟ اول شيء ما تطلعش الشركات، تطلع حالك دائما وشو القيمه انت حتفيدها للشركات وشو حتضيفها للشركات هاي. ما تطلع انه انت ضحيه شركات او بدون شركات سيء فهمي او كذا، لا، كثير شركات كبيره هلا حاليا غيرت مجال عملها كلياته في سبيل بس انها تلحق تواكب متطلبات السوق. زي امازون اكبر مثال، كانت كتب وشاف ان في امكانيه ان السوق بحاجه لحدا يدعم منتجات تم تسليمها اونلاين، طور نفسها. هذا اساس الشركات تفهم انت وهي تفهم اصلا اول شيء الشغل انت تغير مسارك وظيفي، ليش غيرت مسارك وظيفي، شو صار معك كذا، كورونا بس، فاني عارفين فيش داعي، هاي حشتك جاهزه. هلا شطارتك انت وين هون؟ كيف تستغل المنصب الجديد هذا لمصلحتك؟ كيف تستغل انهم ما يضحكوش عليك، ما يلفوش يدوروا عليك انه والله انت مش مناسب، انت ما عندكش مهارات كافيه؟ هون تظهر قيمتك وانت تعرف التحديات اللي عندهم، شو المهارات اللي تعلمتها انت، وكيف حتفيدهم وتفيد الفريق حتشتغل معه انت بالمهارات المكتسبه كانت عندك. لانه ولا حد غيرك مثلا لو تشتغل سيلز على سبيل المثال، ما حد غيرك او قدك بفهم كيف انه انا ممكن ادرب عملائي، كيف انا ممكن انقل المعلومه اوصلها لزملائي بالعمل، كيف انا ممكن اضيف فاليو اكثر. مديري ممكن اريحه كثير انا بشغلات زي مثلا تنظيم مجموعه امور، كيف انه مثلا انا اقوم بشغلات كثير، بدناش اخذ في التفاصيل هلا. يا رب اكون وصلتكم فكره، ويا رب انه شوي يعني يرفع معنوياتكم الفيديو هذا لحتى تجربوا فرص اكبر بحياتكم قبل ما تضلكم مثلا قاعدين بتشوف تتمنوا مثلا الاقي فرصه جايه او وظيفه جايه. ما تنسوا تتابعوني، خلي اسمع ارائكم شو التحديات الثانيه بتواجهوها بنفس المجال هذا. تابعوني، كان معكم هيثم السلمان من قناتي ذا مينتال هيد، بشوفكم يوم ثاني ومع السلامه.